اليوم البابا غنوج من ايد بابا ايوب. احنا محضره سلطه القرنابيط، طبعا كلش طيبه وراح اشارك لكم اياها هسه بالتفاصيل. وهنا عندنا الخبز المشوي، هنا عندنا الكباب المشوي، يا سلام. وهنا سويت الرز بالزعفران، طبخته كامل بالزعفران. وهنا السجق والطماطم والفلفل وهاي الشغلات. وسوينا شوربة الدجاج بالشوفان، هذه هي شوربتنا اليوم، في الزبادي ويا الطحينية وخلطة راح أشارك لكم إياها هسه. طلع لي لا عاد عندك شيء هسه من الزبالة؟ ها؟ هاي منو قلبها؟ ما أدري. لا. جوز حيدر لو. زارعة بيها أني الريحان. حيدر يجوز. هاي الضحايا. هاي صدق يعني؟ كاين أنا. اليوم شو أسوي بك حيدر اليوم؟ والله إذا أنت تهز حواجب ورا الكاميرا. إذا طلعت أنت تدري شو يصير؟ أنا شايفه. إي. والله شايفين هيك شيء أنا أزرع الريح ها؟ استوني جيت أنا. استوك جيت؟ شو مشتهين اليوم فطور؟ أنا أسوي لكم فطور اليوم. ها شنو هاي؟ بدنا ندرى عنك. صدق شنو؟ جبت لحم. اي. اسوي لكم كباب اليوم. ضارب علي جهة الكباب اليوم، شو عندك؟ مو اسهل شيء. وألذ شيء. وأطيب شيء. اوكي ماشي، لعداني اسوي الوصفة مال الكباب. بس طلعي لي تشيس مال حمص من المجمدة. لا تقول لي حمص بطحينة. اي هو. لا والله أبد، اليوم أريد أسوي وصفات للزلاطة غير. اي بس طلع حمص بطحينة خليها غير يوم. اوكي. اوكي. حمص بطحينة طيب. لا تعرف شنو؟ اليوم محضرة وصفات كلش بسيطة وسهلة. راح أسوي شوربة دجاج بالشوفان، تحبها. اوكي. وراح أسوي لبنة وعليها شوية رمان وحبشكلات. اي هاي طيبة هاي. اللي تحبها بالطحينية هم. وراح أسوي زلاطة مع قرنابيط. زين لعد ما دام راح اشوياني انطيني باذنجان اخليها اشويها حتى اسوي اقولك صور الكاميرا اعطيني باذنجانه يلا راح تعجبكم وصفاتي اليوم هاي نموذج تعرف هالحركه ها ماشي يلا من هي نموذج نموذج امي من قلبها هاي ادينا من قلبها ادينا والله والله قول والله والله رادينا هاي منو قلبها رادينا ها اني ليش قلبتيها هذا بيها زرع بابا كله زرع بيها ريحان راح التعب مال امك بلاش انقتينا راح الشباب الحامض السمادي بس كانت سلبوحه بيذا تعرفين طلعت لي سلبوحه ها علمت السلبوحه قلبتي مساء الخير شلونكم حبايب شلون صحتكم ان شاء الله تكونون بخير القرنابيط اسمه الزهره زهرة فبما انه اليوم فطورنا راح يكون مشاوي فاليوم ما عندنا وصفات وطبخات هواية راح اسوي شوية شوية تمن زعفران فقط يعني مو تمن ابيض لا بس بالزعفران راح اطبخه ولانه تمن الزعفران او رز بالزعفران راح يكون كلش طيب ويا الكباب المشوي فاطباقنا اليوم مشوية وسهلة وبسيطة وكلش سريعة ما يحتاج لها وقت راح نسوي شوربة الدجاج بالشوفان وراح نسوي الرز بالزعفران وراح اسوي نوعين من السلطات سلطه القرنبيط وسلطه ثانيه اللي هي اللبنه بالطحينيه مع الرمان فاليوم وصفاتنا سهله وشهيه وواو فاني راح استلقي شويه نص ساعه اخذ لي غفه واروح للمطبخ يا راح تصلي راح تصلي لو تقرا تعال انا وياك نقعد هنا احسن تعلمتوا ستصبرون لبعدكم ها؟ أنا دا أنتظركم وأنا سلش جايبة بس هذا الكتاب عندي قصة لازم أكتبها من عقلي وهي قصة أنا هسه يعني لازم أكتب بس النص مالت القصة لأنه الأول مالت القصة كتبتها هسه لازم النص وراها بعدين إذا نفتح مرة لغ أونلاين يعني مالتنا درس هسه أونلاين من وراء الكورونا لازم عود نحكي عود على هذا النص وراها عود بالواجب هم عندنا عود
الأخير يعني الشغلة الأخير بالألماني يسموه الأول يسموه أينلايتون والنص يسموه هاوبتال والأخير يسموه شلوس. هذا كله لازم نتعلمه. زين أنت بدأت تقرين وحيدر طالع سفرة ها؟ طيارة فوقانا شغل النار نحتاج فلينس حتى بس يفور أخلي بيه الرز. طبعا بهذا الوقت راح نستغله لأنه الرز كلش سهل ما يحتاج له يعني بس مجرد أنه نصفيه وبعدين راح أطبخه بماي الزعفران. طبعا هذا صار له تقريبا شو أقول لكم تقريبا نص ساعة هيجي اللون مالته صار كلش غامق خليته بماي حار فهذا راح أهدره بعدين بالرز. فهسه أول شغلة راح نسويها هي الشوربة والمهمة كلش نص بصلة إذا كانت كبيرة بس أخليها تنحمس وأضيف عليها الشوفان وبعدين مرق الدجاج إذا عندكم أو إذا تريدون ماجي اللي تريدون. وهنا أنا عندي دجاج لحم دجاج يعني مستوي فأني مقطعته كلش ناعم راح أضيفه ويا البصل بهذه الطريقة وراح أضيف عندي هنا مثل ما تشوفون عندي كوب كامل من الشوفان طبعا طعمه وريحته كلش طيبة ويا الدجاج فراح أضيفه ويا البصل. طبعا هنا عندي الزيت صار حار نقلل على النار أخليها ثلاثة يعني النار تهدير راح أنزل الزعفران كله الرز صار لونه أصفر كله أنا أريد أخليه بالزعفران الشوربة صارت جاهزة وراح أخليها على نار كلش هادية لأنه بعد ساعة تقريبا الفطور فخليها على راحتها تبقى حارة وبنفس الوقت شوية تثخن يعني ما يحتاج أنه أضيف لها لا نشا ولا طحين تمن ولا أي شيء ثاني ولا حتى شوفان. طبعا راح ابدي هسه انا وياكم نجهز السلطه مال القرنبيط الطريقه كلش سهله. اول شغله راح اراويكم المقادير القرنبيط بدون ما سلقته فقط مغسول. اذا تريدون بالمحضره مال الطعام اسرع لكم او اذا تريدون بالسكينه طبعا تقدرون تشيلوا شرائح هالشكل شوفوا اذا كانت سكينتكم مثلي خطره فهذا كله راح اثر وناعم بهالطريقه هاي. هاي البصلة حلوة فما راح تأثر يعني لا تخافون الأطفال يأكلوها عادي. بس أضيف النعناع على مود يصير هواي وأقدر أثرمه لأنه إذا قليل يزعجني. طبعا هذني الاعواد مال النعناع ما اذبهن ابدا دا اريدهن بالحديقه ازرعهن. هذني دائما اجمعهن هالشكل خضرة والنعناع اثنيناتها خضرة ونعناع خضرة ونعناع شنو الكرافس ويا النعناع والبصل الحلو والقرنبيط هذول كلهم مع بعض. بس بقت شغلة واحدة أخيرة اللي هي الطماطة الناعمة الميني طماطة. زيت الزيتون راح نخلي عليه ليمون بس هاي ليمونة عفريتة المفروض اجيب المعصارة مالتي بس عجزهم قتلهم بالمخزن اللي ورا صايرة. شبيها الايدينات هم ترى الايدينات هم تسوي شغل الليمون من اشوف اقوم اسوي تخلون الليمونة كاملة لازم ضيفوا بدال الليمون خل ابيض فد ملعقتين
سلطة القرنبيط اليوم. تمام؟ وخلاص هذه هي الصوصة مالتنا اليوم. الطريقة مالتها كلش كلش سهلة. فقط الليمون وضفت عليه الزبادي وخليت عليه ملح وكمون وخليت عليه الثوم المطحون. وراح يعني نخبطها. تمام. طبعا عندي هنا الاكياس غسلتهن. راح نحضر الكباب. بجقات السهم اخليهن. تمام هنا مثل ما تشوفون بس داريد الشياش عندي على السطح تنشف. طبعا هاي مو كلها راح ابرشها فراح ابرش من عندها شوية. البرش الناعم بس لازم شنو نحتاج كمامة حتى ريحة البصل. راح نلزمها هالشكل ونبرش. طبعا بالنسبة للكباب المشوي اهم شغلة انه تبرشون شوية بصل والعصير مال الطماطة. يعني تلزمون الطماطة وتعصروها وخلاص. وملح. ممكن تجيب لي طماطة هيجي؟ هاي ميني طماطة. يلا تانكا. بس واحدة ما قلت لك اثنين. طبعا هاي مو من عندي بصراحة. هاي من ابو كباب يشتغل كان بالعراق فسألته مرة فقال احسن شي تريدين كباب ناجح عصري طماطة والنار مع الفحم لازم تكون عالية عالية. يعني الفحمة مالتكم مشتغلة وعليها هواء وتشوون الكباب بطريقة سريعة. ما يحب الكباب يعني على كيف. فمثل ما تشوفون عندي طماطة كاملة هاي اعصرها. ينزل بس المي مالتها يعني مو طماطة كلها تثرموها ما يصير. هاي مال توم وجيري. تعرفوها هاي ركض بيها توم وجيري ما لها نهاية. خلي بس اخذ سكينة واقطعها. ماما يا نما انزل نما تسواي سويكم باذنجان باذنجان وطحينة يعني راشي شوجاني لبن شوية ثوم وكمون. كمون وملح وهاي شو اسمه طحينية وثوم. ونفتح القلب ونرش.
نزلت من الدرج الصبح من نايم الثلاجة خاتل ورا الثلاجة. أنا ما أدري نزلت كان أشوف منها هيك لون أسود كان أقول مياو. من الخوف مالتها قالت مياو. مياو. والله من ورا خوفني. عجب مياو. وهذا من الخوف. مياو. هاي صوت بهاي اللحظة أنا كنت صندق مو. أنيانس. بعد ها بدلنا اليوم ايوب شو نسوي كمان؟ تعرف خشمك وين؟ زينه لو لا؟ اوكي شيرش اوفي بعدين شيرش داين بابير شيرش داين بابير انا كنت ساعد افوز قفطني العطور كلها من العراق نلعب بيها اوكي اخذ واحد لا تفتح عينك اوكي شتمو لا تفتح عينك ربالك زين يا هذا مو كلش وات مو هو هذا اوكي بدك نبعد بس زين ليه يا مزو استنى كولا انا مش نبعد بلاش تصير لازم تزيلت تخلص انا حيدر سوينا لما نزلنا بها سكان ونقر الأمبولة مال مي الزنجبيل ما تتخيلون قد غالية هاي الأمبولة الوحدة أغلى من سعر النص كيلو مال الزنجبيل كله فليش لا واحد إنه يجيب الزنجبيل فرش للبيت ومثل ما شفتوا هسه أنا طبعا جوا حضرته مجرد إنه برشت الزنجبيل وبعدين عصرته إذا تريدون عندكم مثلا هاي الخام اللي يكون عصر الجبن وهاي السوالف تقدرون تستخدموا للزنجبيل وتعصرون نفس الشيء اكو تجي اكياس خاصه بالتسوق مع الفواكه وهاي الشغلات احنا نقول عليها ام الخراطه تنخرط من فوق فتقدرون هاي نفس الاكياس الشفافه اللي تكون لونها ابيض الخاصه بالفواكه تقدرون تستخدموها هم نفس الشيء بالعصر بس موجود هو الخام بكل مكان اذا ما متوفر تقدرون تستخدمون المصفي نفس اللي يصفي لكم مثلا الشاي او اي شيء ثاني تصفون به يكون كلش ناعم هسه طبعا راح نشده شويه وخلاص مثل ما شفتوا استخدم الزيت جوز الهند بالاضافه الى الزنجبيل الطريقه مالته كلش سهله وبسيطه والكل يقدر يسويها ما اعتقد في مكونات صعبه احبكم هوايه وتصبحون على خير باي باي